وللمزيد حول الشأن اليمني انضم معنا من اسطنبول الأستاذ محمد الأحمدي الناشط الحقوقي والصحفي اليمني. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. بعد الإعلان عن تنفيذ اتفاق بشأن الحديدة لانسحاب ميليشيا الحوثي، التصعيد من قبل الميليشيا في الحديدة والضالع يعود بشكل أكبر، كيف تقرأ ما يجري؟ السلام عليكم أخي العزيز وللمشاهدين. في الحقيقة أولا اسمح لي أن أتقدم بخالص العزاء اليوم لأسر الضحايا الذين سقطوا في العاصمة صنعاء في ضربة للتحالف استهدفت أسرة وراح ضحيتها مدنيون بما فيهم أطفال. وفي الحقيقة ما يتعلق بالتصعيد العسكري لميليشيا الحوثيين في الضالع وفي الحديدة جزء من استراتيجية هذه الميليشيا في الاستناد إلى العنف والقوة والسلاح لفرض مكاسب سياسية، يعني أو لمحاولة الحصول على مكاسب سياسية في ظل سياسة التدليل التي تحظى بها هذه الميليشيا من طرف المبعوث الأممي وبعض الفاعلين الدوليين، ولغة ناعمة جدا في التعامل مع هذه الميليشيا وجرائمها وانتهاكاتها المستمرة بحق اليمنيين. في الحديدة أعلن عن انسحاب أحادي الجانب من طرف الميليشيا الحوثية من بعض أو من ثلاثة موانئ في الحديدة، ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف. وفي الحقيقة هي جزء من مسرحية مكشوفة، لأنه وفقا لتفاهمة السويد يفترض أن تكون هذه الانسحابات بإشراف من اللجنة المشتركة التي تضم الحوثيين والحكومة الشرعية والمراقبين الأمميين، لكنه حصل انسحاب أحادي الجانب في مسرحية مكشوفة تعيد سيناريو الانسحاب السابق الذي هو استهداف المدنيين. أستاذ محمد، يعني استهداف المدنيين بهذا الشكل إلى أي مدى يكرس فشل الأمم المتحدة والدول الضامنة في مهمتها؟ الميليشيا الحوثية للأسف الشديد لا تتمتع بأي مسؤولية إنسانية أو أخلاقية تجاه المدنيين، وهي في الحديدة أو في الضالع أو في البيضاء مارست أعمال تصعيد على مدى الأسابيع الماضية واستهدفت المدنيين بشكل كبير وأدت إلى نزوح مئات الأسر وتدمير المنازل وممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى سقوط ضحايا مدنيين خلال هذه العمليات التصعيدية الميليشيا الحوثيين. المؤسف في الحقيقة أن هناك غض طرف واضح، وكان هناك بيان على استحياء للمبعوث الأممي منذ أمس أو أمس الأول عن هذا التصعيد في الضالع، وأغفل تصعيد العمليات العسكرية الميليشيا الحوثية في البيضاء وفي الحديدة أيضا. ولم يشير بشكل واضح إلى مسؤولية هذه الميليشيا في عمليات التصعيد وارتكاب المزيد من جرائم وإعاقة أي جهود أو مساعي لإحلال السلام في اليمن بعد 5 سنوات من هذه الحرب المدمرة التي أتت على الأخضر واليابس وأهلكت الحرث والنسل وعملت على تفشي الأوبئة ويعني تفاقم المعاناة الإنسانية على نطاق واسع. نعم، الناشط الحقوقي والصحفي اليمني الأستاذ محمد الأحمدي كان معنا من إسطنبول، شكرا لك.